بستة أدار 2021 بلش اختبار لشاب اسمه كلود عبود بحدث صار معه وغير له كل مجرى حياته. هيدا الحدث يلي صار معه كان حدث كتير صعب ومؤلم وكان صليب كتير كبير وبيوجع مرعب. ما رح كفي أكتر من هيك، رح أطلب من كلود يجي لعنا ويخبرنا هو اختباره. مساء الخير جميعا، انا اسمي كلود عبود من تنورين. خلقت بعائله مسيحيه وتربيت مثل كل الشباب، كنت اتعود على طول روح على الكنيسه. كنت فكر بوقتها كيف بدي اطور حالي ارضيا. كبرت تعلمت، كانت طفولي شوي صعبه، كنت اشتغل لاقدر اتعلم، بس كان على طول ببالي انه بدي اوصل لمطرح بحياتي. ضليتني ناضل لحد ما تبوقت منصب منيح باكبر بنك بلبنان بالاداره. بقيت بهيدا المنصب حوالي 6 سنين لحد ما اجت الازمه واجت الثوره، وكلنا بنعرف انه البنوكي كانت اكثر قطاع تاذى وصار في ضرر كثير كبير علينا. بلحظتها كان عندي خيار اني اقدر اطلع على امريكا، اسلك طريق جديد، انتقل من هون ارض افقيا، اكيد من اجل الماده. سافرت على امريكا وكان كتير صعب علي اترك اهلي ورفقاتي، بس ما كان عندي غير حل. وصلت على امريكا مرقت بصعوبات كتير صعبه انك تقدر تاسس ببلد ما بتعرف في حدا. أول فترة مش الحال، قلعت، درت استقل، استأجر بيت لوحدي، بس الحياة المعيشية كانت كتير صعبة هناك. لحد ما وصلت لنهار 6 أدار 2021 بليلتها كانت الحرارة تقريبا ناقص 17، أول شوفاج على الآخر قد ما سقعة. بوصل على إشارة حمراء ببوسطن وبتغمض عيني على الإشارة. بيصير معي أكسيدان من أكبر الحوادث الممكن تصير. بقرب عن الخط وبتجي مرة من غير ميلي تضربني على بابي. على قوة الضربة بتبرم السيارة فيي وبتنقبع الكرسي وبتير من إزاز السيارة حوالي 7 أمتار. مثل ما قريت بعدين انه لميت عن مونسات الحديد تبع الاوتوستراد بطريقه مشوهه كليا وبحاله شبه وفاه. اكيد دغري فتت كوما بوقتها. اللي ما بتذكر شيء بفترتها كنت بحاله غفو مش طبيعيه، يعني بلحظتها كيف الله كان عم بيخلق قلب ادم لاول مره. بس وعيت من الكوما كانت حالي كتير صعبة. أول شيء ما استوعبت شو اللي صار. اللي بتذكر أنه ما كان فيي أتحرك أبداً. الأضرار اللي كانت عندي هي بداية براسي أكبر ضرر. كان عندي حوالي 7 كسورات بالراس. كسر كتير كبير بالحنك وشقفي من دانتي طارت وعين انكسرت، كسرين بالمنخار، ارتجاج بالدماغ، وانصبت بضربة بتأدي للشلل مدى الحياة. أول فترة كأنه ما أقدر أرجع أمشي. مع الوقت وصلنا لمحل قال لي الحكيم يمكن بعد 6 شهور تقدر تبلش تمشي. بقيت 31 يوم بالعناية. بينتهم أجريت عمليات تانية كمان بإيدي. عندي إيد الشمال لأول مرة بخبرها كنا رايحين للقطش لقلها من وراء نسبة الالتهاب اللي فيها. بعد أول عملية
قدروا يزرعوا لي حديد محل العظم، وقدرت مع الوقت بعد 9 أشهر على الفيزيوثيرابي ترجع تفتح وتصير طبيعية الحمد لله. هول الأيام اللي عشتهم بالمستشفى كانوا 31 يوم كنت لوحدي، ما معي حدا من أهلي أو رفقاتي، كنت ما بقدر حتى استعمل تليفوني، كان معي شخص يقدر يرد عليه. سكروا لي تمي لمدة 2 شهر بإدبان فضة، كنت أكل بالمصل، ولا يوم بلحظتها كنت أتخيل أرجع هيك أو أرجع أمشي أو أرجع أحكي أو أكل. هون بفترتها كان عندي الماما بلبنان، خبروني أنها كانت واقفة وقفة مش طبيعية، كانت واقفة مثل ما كانت واقفة مريم قدام صليب ابنها تصلي له تتضرع له. خبرني الخوري أنه كانت تتبرع بمصاري كرمال الناس العايزة، مين ما يسألها كلود شبوت قل له حمد الله بعده عايش. بهيدي القصة كلها وصلت لآخر فترة أنه لازم أطلع من المستشفى، بس أنا فعليا ما كنت أمشي منيح، ما كنت أقدر أبسط القصص أفتح حنفية أو أقدر فوت تواليت أو هول ستيبس، لحد ما الله بعت لي مرة لبنانية صديقة قديمة لأهلي تكفلت أني ضل عندها فترة العلاج اللي برات المستشفى لصير منيح لأقدر أرجع على لبنان. ساعدتني هي وابنها وشاب قربتهم. آخر فترة كان عندي آخر عملية بتمي اللي هي بعد 2 شهر، بفترتها قلت لهم بليز بدي أعمل عملية وأرجع على لبنان. طبيا ما كان مسمح لي، بس قلت لهم بدي أنزل شوف أمي، ما كنت عم فكر بشي أبدا، قال له كيف إلا كيف بدي شوف أمي. بعمل عملية نهار الخميس، بطلع على الطيارة 15 ساعة طيران مع إسكال، أنا على الكرايجي، أنا ما بقدر أستعمل ولا إيد من إيدي، وتمي أول نهار بيفتح ما بقدر أكل. كانت سفرة كتير طويلة وصعبة، بس كان هدفي أني أوصل على لبنان بس لشوف أمي، أنه كيف تحملت كل هالفترة وأنا بعيد عنها. وصلنا على لبنان، بيستقبلوني أصحابي بالمطار ونطلع ديريكت على مار شربل، ونوصل على الضيعة. على الطريق أنا بقلبي أقول لهم لا أمي ما لقيتني على المطار، أنه بعد كل اللي صار فيي وينا، أنا ما كنت عم بفهم شو عم بيصير. وصلنا على البيت، الماما بتعمل لي حفلة كبيرة، بتجمع لي كل الناس اللي بحبها، بتجيب لي زفة وفرقاع وبتفرح فيي فرح مش طبيعي. تاني نهار منوعة، الماما عمرها 52 سنة 53 سنة صبية، منوعة تاني نهار منلاقيها عندها شلل نصفي من إيدها وبإجرها. بلحظتها ما استوعبنا، نحن قلنا يمكن من وراء ستريس الأكسيدون، ما حدا قدر فهم على المزبوط شو صاير. نعمل لها ARM بيبين أنه في ديسك، بتروح لتعمل فيزيوثيرابي. بهالفترة أنا قعدت معها تقريبا 7-8 أيام من بعد ما وصلت على لبنان، كانت ما تقرب علي، ما تتعاطى معي، ما تحكي معي، ما تسألني شيء، أنا بس لومة ليه ما عم تعملي لي أكل وأنا ما قدرت أكل ونزلت 20 كيلو. كانت ما ترد علي، كانت تبكي، لحد ما نزلنا على مستشفى المعونات ومنعمل لها صورة لراسها، بيتبين في كانسر 6.5 سنتيمتر بدماغها، قاضي عليها وفعليا كان لازم تكون ميتة قبل بوقت، بس هي صمدت لأنه ربنا كان موجود بحياتها لتشوفني تطمن بال علي تتركنا. توفيت الماما بعد 3 أجماع من ما أنا وصلت على لبنان. أنا ما كنت منيح، كان بعدني على فترة علاج، كانت إيدي ما فيه استعملها، كان عندي ارتجاج بالدماغ أول ما بقدر استوعب شيء. بلحظة اللي توفيت الماما تدخل الله فيي، كان الكل مراهن أنه أنا بدي أقشط، طلعت أقوى واحد بين الكل وقوات الكل. أنا حضرت الدفن، حضرت كل شيء، ما في يقول دفن، في يقول عرس، لأنه بوقتها كان أول دفن بينعمل بلبنان في سبيكرات التراتيل، تراتيل من سانتا ماريا وتراتيل تاني كانت تحبها الماما. أول دفن بيقطع فيها القد فرح مش طبيعي بين كل الموجودين. قطع الدفن، قعد تفكر بيني وبين حالي، كتير هيني أقشط وأستسلم، بس لا، الماما ما كانت بترضى تشوفني هيك، والحياة أصلا هي تجارب بس نحن لازم نستوعبها. وكنت أنا عطول ببالي في كلمة ليتكن مشيئتك، وذكروني فيها أصحابي أني حطتها ستيتس قبل كذا سنة،
أنا ما كنت هالقد يروح على الكنيسة، بس أنا كنت آمن، واكتشفت أني بآمن وعندي هالقد رجاء من بعد كل اللي قطعت فيه. أول السابلة قدام عملتها أني طلعت على السيارة، سقت بعد دفن أمي بفرد إيد، وكانت مفاجأة للكل أنه أنا طاير من الأزاز، كنت ميت، كنت مشلول وقدرت أرجع سوق. صار الكل متفاجأ فيي، كملت حياتي عادي، اضحك، كزر، اسهر، كنت حس بسلام مش طبيعي، بفرح مش طبيعي. يعني أنت فاقد أغلى إنسان على قلبك بس أنت كتير مبسوط. هون حسيت قدي الله عن جد موجود بيانات، قدي الحياة ما بتحرز، قدي حلو الواحد يعيش بحب، ما يأذي حدا وما يزعل حدا، لأن ما حدا ضامن بكرة. أنا قطعت بتجربتين كتير كبار بظرف 3 أشهر الفرق بيناتهم، وأنا هلأ واقف قدامكم بعد سنة وشهرين ما بعتقد مبين علي شيء أبدا. ما رح طول عليكم، أنا وصيتي لكم شغلتين. أول شغلة، حبوا أهلكم وخصوصي حبوا أماتكم، وما تنتروا لبكرة لتعملوا لهم شيء. كل شيء حابين تعملوا لهم إيه عملوه اليوم. وتاني شغلة، خليكم مؤمنين بالله، لأنه نحن ما بنسوى شيء بلا الله. ومثل ما بيقولوا، مثل بالإفخارستية أخذه بين يديه المقدستين وعمل القربان، أنا أخذني، كنت متفكك، كنت مكسر، ورجع جمعني، خلقني من جديد، قواني، خليني لليوم أوصل هون. أنا بتشكر كتير مسيو جميل، بتشكركم كلكم أنكم سمعتوني، بتشكر كل رفقاتي اللي وقفوا حدي، اللي ساعدوني وساندوني. وخلينا مبسوطين مع الله. هللويا. شكر كله ليسوع يلي تمشد بشهادته لكلود. نحن رح نصلي اليوم يا كلود لروح أمك، وبدنا نفرح معك بقيامة يسوع بقلبك كمان.